my channel I am back in new video. هل سمعتم عن رسام رسم لوحاته بماء الذهب؟ نعم، لقد اشتهر من خلال هذا الفن، ومن أشهر اللوحات التي رسمها بماء الذهب هي الأشجار الثلاثة، قطع المائة فلوران الذهبية، ويسوع يبشر الناس، وهو يعد من ضمن كبار أساتذة فن الرسم الغربي، وهو من أصول هولندية، ولد في لايدن عام 1606 وتوفي عام 1669. استقر في مدينة أمستردام عام 1631. والده كان طحانا وأمه كانت ابنة خباز، ولكنهم كانوا يعيشون وضعا جيدا، فهو يعد الابن التاسع للعائلة. لقد كانت والدته تنتمي إلى الروم الكاثوليك ووالده إلى الكنيسة المصلحة الهولندية، لهذا شكل الدين عنصر رئيسي في لوحاته. بسبب هذا الشيء لم يقبل الهولنديون لوحاته الدينية، لأنهم كانوا يفضلون الموضوعات المستمدة من الواقع كالطبيعة الصامتة والحياة اليومية الأسرية. لقد التحق بجامعة لايدن على الرغم من امتلاكه ميلا كبيرا للرسم، سرعان ما تدرب على أحد رسامين التاريخ، قضى معه 3 سنوات. بعدها افتتح ورشته الخاصة، ولكن بعد إن علم مدربيه إنه لم يغادر إلى إيطاليا كجزء من تدريبه الفني، فأغلقت ورشته. وفي عام 1624 افتتح استوديو خاص به، وصديقه كان شريكا معه. وفي عام 1627 بدأ في استقبال الطلاب لتعليمهم على فن التصوير. لكن في عام 1631 انتقل إلى أمستردام، حينها كانت أمستردام عاصمة تجارية جديدة لهولندا، فقد توسعت أعماله بشكل كبير، وبدأ برسم البورتريه الاحترافي لأول مرة، ونجحت أعماله بشكل كبير. لقد تعاقد مع تاجر فنون وتزوج من ابنته أيضا، وبعد أن تزوجها أصبح في نفس العام عضو نقابة الرسامين المحلية. لقد أنجب 4 أطفال، لكن زوجته توفيت بعد إنجاب آخر طفل، لكنه بعدها بدا علاقة مع خادمته وأنجب منها طفل واحد. لكن هذه الخادمة أحضرت استدعاء من الكنيسة لكي تبلغ عليه، فلقد ادعت إنه اعتدى عليها، لكن اعترفت بهذا الشيء لاحقا، وبسبب هذا الشيء منعت من المناولة لأنه لم يكن عضوا في الكنيسة، وأيضا اعتبر الاثنان متزوجا بشكل قانوني بموجب القانون العام، إلا أنه لم يتزوج حقا بشكل فعلي من هذه الخادمة، أنه لو تزوج منها حقا فقد منع من حق الوصول إلى الصندوق الائتمان على ابنه الذي أنشئ لصالح ابنه على أثر وصية زوجته المتوفى. إلى هنا أردت تشويقكم قليلا لمعرفة اسمه ومن هو. أنتم مستعدين لمعرفة من هو؟ حسنا، سأقول لكم. هذا الرسام يدعى رامبراند فان راين، يتقن فقط اللغة الهولندية، ومهنته التصوير. ومن أعماله البارزة في مجال الرسم لوحة وردية الليل، لوحة شاؤول وداود، درس التشريح مع الدكتور تولب. وهناك لوحات مشهورة ومحفوظة في متحف ريكس موزيوم في أمستردام. عام 1660 رسم لوحة والدته والقديس بطرس. عام 1662 رسم لوحة جولة في الليل ووكلاء الجواخون. وعام 1665 رسم الخطيبة اليهودية. أيضا له أعمال محفوظة في متحف اللوفر، لعودة الابن الضال، وعشاء عند آموس، وعاصفة البحر. إلى هنا يا أصدقاء نختتم جولة المعرفة، وأتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. لا تنسونا بلايك واشتراك في القناة وشير الفيديو إلى أصدقائكم لتعم الفائدة، تنواصل بأخذكم إلى عوالم المعرفة، ونراكم في الفيديو القادم إن شاء الله.